مكالمة الموالية. ألو مساء الخير. ألو عسلامة. ألو عسلامة، مرحبا بك للا. عسلامة سي علاء، مرحبا بك. قل لي علاء أكهو. أوكي علاء، مرحبا بك. اسمك المستعار للا؟ فرح. مرحبا بك يا فرح، اش مسهرك معانا الليلة وشنو اللي مقلق أختي؟ والله يا سي علاء، معناتها كان معناتها أنا باش نحكي لك قصة ممكن تقول أنت غريبة شوية، أما هي معناتها واقعية أنا نعيشها توا. في الدنيا غرايب، أنت في بالك اللي يصير عليك ما يصيرش على ناس أخرين؟ صحيح، لكن يصير على ناس كل. ما أنا ما لقيتش توا لحد، معناتها أنا معناتها ردوني مريضة، معناتها ردوني مريضة. لطف عليك، شبيك شبيك. سي علاء أنا معرسة، كنت معرسة. معناتها قداش ليك معرسة؟ كنت معرسة 6 سنين. 6 سنين، عندك صغيرات؟ عندي بنية وولاي. ربي يفضلهم لك. وأنت معرسة سبا أمورك ونو؟ والله إجا نقول لك سي علاء، أنا عرست عمري 16 عام. علي 16 سنة؟ عرست بترخيص أبوي. علاش؟ معناتها كما نقولوها في عرسي أنا صارت كما نقولوها بطلت القراية، يلزم يتعرس يا باش تبقى في الدار يا تتعلم صنعة. وأنا وقتها تخنقت من القراية وكل كي أول ما ساهل ربي حل مكتوبي معناتها عرست ديريكت. تعرسوا لي معناتها يعني داركم أرغموك بالسيف عليك عرسوا لك؟ اي ما تمتعتش بطفولتي. انا لتوا حتى في نوض للصغار تلعب ولا حاجه نحب نتفكر حاجه من طفولتي قبل ما نتفكرهاش. سي علاء، انا كنت معرسه عندها 6 سنين. لحد ما تعرفت على شخص في الفيسبوك. سامحني، وانت معرسه تعرفت على شخص في الفيسبوك؟ اي تعرفت عليه على الفيسبوك. ايش قلت لي؟ ايش قلت لي؟ انا سي علي سامحني، مش تعرفت عليه، معناتها تعرفت عليه حكيت معاه. انا معناتها تعرفت كما نقولوا على شخص على الفيسبوك، ما نعرفش اسمه حتى الباج نتاعو. ما فهمتنيش. انت تحكي مع حد في الفيسبوك وانت معرسة؟ هذا هو. ما زلت ما نحكيش معاه، انا معرسة ما وقتها ما نحكيش معاه. اما تعرفوا؟ نعرفوا. انا بالضبط، انا وقتها كي ديما معناتها نتابع فيها على الباج نتاعو ونشوف التصاور ونحضر فيديوهاته اون ديريكت الكل. معناتها مواكبه اخباره معناتها اول باول. انا اول ما نحل عيني الصبح طول نحل فيسبوك ونشوف شو مهبط. علاش؟ عامل علاش؟ نستغيب. معناتها تعلقت به من غير ما نعرف حتى اسمه. قلت لك سامحني سي علي، حتى الباج فيسبوك نتاعه مش باسمه، ما نعرفش. خليني مش باسمه، انت تعلقت بشخص على الفيسبوك. على الفيسبوك لا نعرف فيه هو كل منين. يوم لا تعرفوا شكون لا منين لا شكون لا شنو هي حكايته. هيك بالضبط يا علاء. والاسم سامحني، والاسم نتاعو مستعار مش اسمه. مش اسمه، وما نعرفش عمره، وما نعرفش هو من اي دولة، وما نعرف حتى حد شيء. ما نعرف شيء. كيفاش تتعلق كيفاش تتعلق بشخص وانت ما تعرف حد شيء؟ باش نقول لك انا كيفاش يا علاء. سي علاء، معناتها الراجل هذا ماهوش صغير، هو باين من الشكل نتاعو مش صغير. قداش عمره؟ هو توا عمره 47 سنة. 47 سنة، صغير تم. اي هو معناتها هذا عذر من الاسباب اللي بعت في عليه. سامحني سي علي، خلينا نحكي لك. انا ما كنت نعرف عليه شيء. وكي حكيت معاه معناتها قعدت قلت لك نتابع فيه 5 شهور وما حكيتش معاه ولا مره، لا عملت له كومنتير لا حطيت له شيء. وقتاش حكيت معاه؟ قبل وقت اللي خديت قرار باش نطلق. خاطر انت كنت تتبع فيه وتحكي معاه؟ ما حكيتش معاه سي علي. سامحني، انت علاش طلقت مره؟ لا بشوي. انت علاش طلقت؟ حكيت معاه قررت باش نطلق. يا توريت سؤالي من الاول، علاش تهرب من الاجابه؟ دونك حكيت معاه قررت باش تطلق راجلك. اي فوالا، حكيت معاه وانت معرسه. وانت تحكي مع شخص ما تعرفوش، لا تعرف اسمه، لا تعرف تصويرته الحقيقيه، لا تعرف حتى شيء عليه. ما حكيت معاه، عرفت معناتها قال لي اللي هو معناتها سوري ماهوش تونسي. هذه برومو. قال لي عمري 47 سنة. وقت أنا قلت له أنا توا 24، وقت نحكي معاه أنا عمري 22. سامحني، أنت طلقت راجلك على خاطره؟ على خاطره. على خاطره. به، قعدت تحكي معاه ملا؟ إي قعدت نحكي معاه عامين سي علاء. عامين، إيش تحكي معاه سامحني؟ كل شيء سي علاء، كل شيء. ما خبيش عليك. شنو كل شيء؟ إنه هو عنده عنصر مهم في حياتي. تحبه؟
نحبه نحبه نعشقه الدرجة بعد الحب. معناتها أنا ممكن ما كنتش نعرف إيش معناها، أنا كنت نعرف الحب في القصص وفي المسلسلات وفي الأفلام، ما كنتش نتخيل نهار روحي أني نعيش قصة حب هيك. معناتها من على الفيسبوك مع حد ما تعرفوش، على الفيسبوك مع حد ما نعرفوش. توا المشكلة شكون قال اللي هو هذاك؟ ما انا باش نحكي لك انا ما ساره بشويه باش كملي كملي يا ميشيل. بعد حكيت معاها تاكدت معناتها من خاطر انا تاكدت من شخص معناتها من الهويه نتاعو كامله، خاطر هو اللي طرا في الفيديوهات والا مش هو؟ هو اي اكيد هو. حكينا فيديو زاده سي علاء، ايه حكيت معاه فيديو، حكيت معاه تليفون، ايه على الايمو على الواتساب، معناتها ولينا اون كونتاكت قوي. ايه وعرف اللي انت طلقت على خاطره؟ هو توك عرف اللي انا طلقتها، هو قبل كان مستهزئ بالحكايه. معناتها شو انت من الاول في قبل ما تحكينا الحكايه قلت سي تان فو بروفيل؟ ايه اي سي تان فو بروفيل هذا. ايه كيفاش صدقني سي عزه؟ معناتها انا حسيت روحي معناتها هو اللي متعلقه بالشخص هذا لدرجه اني معناتها همل دهري. معناتها طلقت، انت طلقت راجلك؟ اي طلقته انا، حتى كي طلقت راجلي حكيت له الحقيقه. معناتها انا ما كذبتش، معناتها قلت له راه حتى القاضيه في الجلسه قالت لي انت اسمك طبيب نفساني. معناتها خليني ساعه من طبيب نفساني كمل لي. قعدت تحكي انت وياه ومن بعد قعدت نحكي انا وياه. أي؟ ما قلتلوش اللي انا معرس. باهي مش مشكله. أنت انا كنت نتوقع اللي هو معرس، خاطر ريت في البروفيل نتاعه ريت صور صغار وكل. قال لي انا راني مطلق. هو كي قال لي انا مطلق اول حاجه ضربت في راسي اني انا يلزمني نطلق. بجدك تحكي؟ صدقني سهل. باهي صادقه. ومن بعد؟ بعد كل مره نزيد نتعلق بيه اكثر، كل مره نزيد نتعلق بيه اكثر، لين ما انت انا قررت باش نروح لتونس. انا كنت نعيش في ايطاليا. روحت لتونس؟ ايه من تسمىش روحت، تسمى ربط. معناتها روحت لتونس وبعثت لراجلي قلت له، معناتها بعثت قلت له طلقني. كاش بكش؟ ايه قال لي الصغار، معناتها الصغار بيناتنا وما صغار. قلت له خذ الصغار، خذ كل شيء، ما حاجتي بحتى شيء غير طلقني وبرا. يا والله حوالي هذا كله على شخص ما قابلتوش؟ على شخص ما قابلتوش في باج في الفيسبوك؟ في الفيسبوك. واني توا نسعى باش نقابله سي علاء، نسعى نحب نقابله. قابل شكون يا مدام؟ نقابل هذا السيد اللي حكيت لك عليه. وينو هذا؟ عندي مواطن هذا، هو سوري ويعيش في الدنمارك. شكونو؟ سيد ابراهيم. وينو ابراهيم؟ سوري ويعيش في الدنمارك. اي هذا وينو؟ وشكون قال لك اللي هو ابراهيم؟ ما قلت لك عاد بعث لي من بعد الوحيد نتاع. معناتها مادام شكون قال لك اللي هو الشخص هذاك هو بالكي كذب عليك؟ من اللي فيديو واللي فوتو كل شيء. معناتها ما انت يا بنتي توا نجم نحط في الكونت نتاعي انا ولا اي كونت نحط عباد تحكي في بلاستي. سي علاء افهمني عايش. فهمني. قلت لي طلع فو بروفيل، كيفاش طلع فو بروفيل؟ أنا توا مقتنعة فو بروفيل مش فو بروفيل، أنا مقتنعة اللي مقتنعة بشنو هو؟ نحب شخص واللي أنا معناتها باش نوصل له بأي طريقة. قابلته؟ باش نقابله. قابلته؟ مازل. ريته؟ قدامك؟ مازل. تعرفوا في نيوزكم بالضبط؟ نعرف. تعرف أنا بلاد وشكون قالك في الدنمارك؟ عندي لي كوردوني كل نتاعه، خاطر كي نبدا نحكي معاه. شكون قال لك اي بالجي بي معناتها بالجي بي اس؟ ومن بعد هيك ولينا اون كونتاكت قوي، حتى اني نعرف معناتها الشركه اللي خدمت فيها ونعرف الدار والعنوان اللي فيه، خاطر معناتها صار ولا تو بيناتنا كونتاكت نتاع معناتها كولي. وتو معناتها اني انا قدمت على فيزا اني باش نمشي. مكمله ساره انت مدام؟ مكمله في الحكايه؟ اكيد اكيد. نورمال ما هو يجيك سي علاء، هو كل مره يحط حاجز بيناتنا. هو يعني يقول لي انت صغيره عمرك 24 سنه وانا 47 سنه، كيفاش هذا؟ معناتها مره يقتنع مره يقول لي انت معناتها نورمال هكا. معناتها ونقول له ايه انا نحبك وانا مستعده نعمل اي حاجه على خاطرك. انا نحب نفهم حاجه،
شكون قال شكون قال؟ انا نعتبره فو بروفيل لانه السيد هذا فيرتوالمون قاعده تحكي معاه. ما فماش ما فماش الشخص هذا بالنسبه لي انا مش موجود. وينه؟ موجود في قلبي سي علاء. يا بنتي انا في قلبك طلقت راجلك على خاطر وتقول لي في قلبي؟ تسيب صغارك وتسيب خدمتك وعيشتك في ايطاليا ومستقبلك؟ كل شيء كل شيء صدقني إيه؟ علاء انا كل شيء معناتها. نسالك سؤال، السيد هذا حاجته بيك هو؟ قال لي حاجته بيا. ايه اش بيه ما جاش؟ سي علاء باش نقول لك علاش هو ما جاش. علاش هو ما جاش؟ كل مرة قلت لك يخلق لي عذر. هو نورمالمون قدم باش يجي لتونس، هو كان جاي لتونس. علاش ما جاش؟ قال لي انا معناتها باش عندي معناتها عنده اقاربه في الجزائر. علاش ما جاش؟ باش نقول لك انا سي علاء خليني من اقاربه في الجزائر. يا اخي هذا ميلتي ناسيونال، سامحني، سوري على الدنمارك على الجزائر على شنو؟ هو عنده اهله، هو عنده معناتها اقاربه في الجزائر. وشكون قال لك؟ اخي اللي يقولوا لك تصدق فيها. انا مشيت انا معناتها على اساس باش نتقابلوا في الجزائر ومشيت. باهي مشيت للجزائر ولا يا بنتي؟ مش هو اللي يحكي معاك يهديك يا مدام؟ راك تعرف حد مش هو؟ انا متاكده اللي هو. اعطيني دليل. ريتو؟ شفته؟ قابلته؟ ريتو انا ما حكيتش معاه. ريتو وين ريتو؟ ريتو في الجزائر. وين ريتو في الجزائر؟ ما قلت لي ما قابلتوش ما جاش. ما قابلتوش، ما تقابلت، ما قعدت، ما وقفش قدامي وحكى معايا وحكيت معاه. مدام راك داخله بعضك بشويه. مدام وين ريتو؟ وين ريتو سامحني؟ عندي مده 7 شهور التالي. فين شفته؟ حكيت معاه؟ قعدت انت وياه؟ لا ما حكيتش معاه. ما نجمتش نحكي معاه. مالي شنو؟ شنو ما نجمتش تحكي معاه؟ يا مدام باش نحكي لك سي علاء. احكي لي ما فهمتش، قابلته ولا ما قابلتوش في الجزائر؟ على اساس تساهمنا باش نتقابلوا في الجزائر. هاي نعتني على بلاصه انا مشيت. نعتك على بلاصه؟ نعتني على بلاصه انا مشيت. انا راني فاهم الملعوب الكل هذا عارف، راني فاهم على الحكايه اما باش نطبق. قال لي انا نعرف معناتها. انا ريت تصوروا في الفيسبوك. ريت تصوروا في الفيسبوك كي تراه تعقل. ريتوش وثبت في التصاور كيما هما في الفيسبوك ولا ريتو؟ أنا عسلامه مرحبا. كيما اللي في التصاور ولا ما كريتو قابلته ولا ما قابلتوش؟ استنى خلينا نحكي لك انا كيفاش. لا 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 استنى. علاش ما نجم انا ريتو ما نجمتش نحكي معاه؟ علاش؟ سي علي انت انسان بيناتنا حكايه 100 متر وانا نقرب. ما انا نقرب معناتها باش نمشي نحكي معاه قرب يعرف وفص ملح وذاب هيك علي. قالوا لي مدام هبلت يا سي علي. يا مدام شنو هذا؟ جن مرقت هذا ولا شنو؟ مدام فيق يا مدام. ريتو ولا ما ريتوش؟ والله انا ريتو. هم يقولوا لي ما ريتوش. شكون اللي يقولوا لك ما ريتوش؟ اي حد نحكي له الحكايه. حتى يا بنتي ما شفتوش مازال نورمال يكذب السيد؟ ما فماش منه الرجل هذا يا مدام. ما مشاش للجزائر وما جاكش نورمال مورو هو جاك. انت مشيت، انت تتخيل اللي انت شفته وانت ما شفتوش. انت فهمت ولا ما فهمتش يا مدام؟ مدام قل لي شبيك، قل لي شبيك. انت تحكي معناتها تو تحكي كيما طبيبه، كيما تحكي كيما امي، تحكي مي سي نورمال على خاطر هذا هو الواقع يا مدام. راك دخلت في غيبوبه خايبه برشا. تحب في عبد مش موجود ما ريتوش وتعتقد انه هو اللي يحكي معاك لكن ماهوش هو. فهمتني ولا ماكش فهمتني؟ فهمتك يا سي علي. اسمعني انا مقتنعه باقتناع التام اللي هو موجود في حياتي توا معناتها انا. لكن هو ما فماش. لكن يحكي معايا كل يوم سي علي، يحكي معايا كل يوم. مدى مشيت للبسي انت؟ حتى نحلم بيه، حتى نحلم بيه عباره شخص موجود حمايا. احنا وصلنا لمرحله اخرى. احنا توا بديت نفهم الموضوع. باهي تبعني مليح. انت مشيت للبسي ولا؟ مشيت انا توا عندي. اش قالك من غير ما تقول لي عليه؟ من غير ما تقول اش قالك؟ عطاك دواء ولا؟ انت ناخذ دواء وبدل لي الدواء معناتها وليت ناخذ دواء. انت راك لاباس عليك. عندك يا اما اون ديبرسيون
والا حاله نتاع اونكسيتي والا حاله نتاع حاله عصبيه. اسمع فيا ماكش مريضه. اما يا مدام كي مشيت للبسي فاهمك شنية الحكايه ولا ما فاهمك؟ اش قال لك البسي باش تعاود لي الكلام اللي قلته لك الكل متاكد؟ قال لي هذيا معناتها انت متعلقه بشخص غير موجود. غير موجود اكزاكتومو. وحتى ولو كان موجود ما عندكش شيء ملموس واللي ترى فيه كل معناتها مخيلتك هي اللي تبني مخيلتك هي اللي تبني لك فيها. شوف لل اسمع عايش اختي انت كيما اختي صغيره وانا ما نحبكش تضيع في وسط الزحام. انا ضعت يا سي علي. علاش تنجم ترجع لراجلك وترجع لصغيراتك وفك عليك من الحكايه هذه. ارجع لراجلك نحكي لك انا نحكي لك على اللي صاير. انا معناتها انا توا صغاري معناتها عندي عامين قلت لك ما شفتهمش. ارجع لراجلك حكيتش انت وراجلك على الرجوع؟ لا لا معناتها مستحيل انا نتخيل روحي توا مع شخص اخر بخلافه هو. ما فماش يا مدام وينو؟ C'est un faux profil. C'est un faux profil. وإلا يا سيدي مش faux profil. شخص آخر غلط يغلط فيك ويكذب عليك. لو كان يغلط فيه ويكذب توصل عليك كان بادر هو. كان بادر هو لكن أنا اللي نحب نوصل له. تحب توصل لشكون؟ نحب نوصل للسيد هذا. ريتو في الجزائر ولا ما ريتوش؟ والله يا سي علي أقسم لك بدين الله أنا ريتو. علاش ما مشيت سلمت عليه؟ انا قلت لك بيناتنا 100 ميتر. علاش ما مشيت سلمت عليه؟ خاطر ما فماش على خاطر ما جاش للجزائر يا مدام وانت تخيلته موجود غادي وتستحضر في شخصه قدامك. حتى من طليقي ولا يقول لي انت مريضه نفسانيا؟ ماكش مريضه. لا ماكش مريضه. ماكش مريضه. انا نعرف انا مانيش مريضه. انت تتخيل انت عندك بعض الهلوسه وبعض الخيال راهو باش يهزك لبلايص بعيده راه. مازلت ان كونتاكت معاه باهي. رجعت معاه في الفيسبوك قلت له وينك في الجزائر اش قال لك؟ قلت له قال لي انت اللي شبيك ما جيتش. حط اللوم الكل علي هذا معناتها اللي يعمل في بعد بيناتنا انه كل مره يحط علي انا الحق. سامحني قلت له شبيك ما جيتش للجزائر اش قال لك؟ قال لي انت اللي ما جيتش انت اللي وينك ما فماش. شوف الدواء رتحك شوية مانيش نخفيف على لا خذوا خذوا عايش اختي يما خذ الدواء وتو ترتاح بشوية بشوية وهذا ما عادش تحكي معاه هذه جملة وتفصيل كان تحب تستحفظ على حياتك أنا قلت لك عليه عايش معايا في الدار الشخص هذا عايش لا داخل آه أنا بحرنا عاد هنا شنو عايش معايا في الدار يا مدام يا مدام فيك يعيش اختي يمان يعيش كمان عليه انا وليت معناتها نرقد بيه نقوم بيه يا بنتي ما فماش الشخص هذا ما فماش قاعده تتخيل فيه يهديك عايش اختي خذ الدواء وجرب توعدني تاخذ الدواء وتجرب وتو ناخذ نمروك ونعاود نكلمك نهايرين ثلاثه ايام اخرين باهي باهي ولا مش باهي يعني انا نحسي روحي لاباس راني والله طبيعيه انت لاباس انت لاباس لاباس انت لاباس ما عندك حتى شيء حاله من الخيالات والهلوسه اي واحد يمكن يمر به اي واحد ينجم يتصير له هذا مش مشكل باهي اختي اي عايشك تفهمنا تاخذ دواء وتنكلمك ثلاثه ايام اخرين باهي باش ناخذ مكالمه هاتفيه مواليه لانه ما عادش عندي متصل من الوقت